انا ما بدي حدا بالحاره يجيب معدلنا بالعاطيل. يعني شو بدهم يقولوا وهو بنت الدويلاتي هي عم تروح وتجي وتخفي على كيفها؟ يا باطل، لك انت متاكد انك شفتها فاتت على بيت عمتي موضح؟ لكن شلون؟ يعني بلا منقوديه رايحه على البيت والبيت ما في حدا، بقى شو رايحه تساوي هنيك؟ ما بعرف ما بعرف، عليي الحلال رح بتجنني هالرويدة، لك رح بتطق لي عقلي. الناس بلا للناس يا ابن عمي، يعني مين ما شافها رايحه بده يظن فيها بشكل ملون ولا انا غلطان؟ لا ابن عمي ما انا غلطان، لك علي الحلال انت غيران علي وعلى شرفي وعلى عرضي وعلى كرامتي اكثر مني بخاطرك. طب محجوب يستر على عرضك، هي حربه مكسوره، احكي مع حبر منيحه. منيح لك انا منيحه انا منيح، لك هي ما عاد يزبط معها غير الذبح. ليش هيك عم تساوي؟ لا يا عبدو لا لا يا ابني لا، ليش هيك؟ فوتي متي على بيتك، فوتي وسكر الباب. تعال معي يا عمي على المضافة، تعال عمي الله يوفقك، خليني اخذ اختي وروح. لا قلك على المضافة. تعال 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 بدها تسقيلن الزريعة وتشطفلن أرض ضيق. إيه عجبك؟ اسمعي يا مو شو بدي لك. شو يا مو؟ أخوكي صفوان بده يتجوز رويدة. صفوان؟ شيخ هلا شو فيها إشكال؟ أختك راحت لبيت عمتها بغيابهم وشطفت لهم البيت. يا عمي أبو لطفي الله يوفقك ويرضى عليك، أختي من بيتنا ما بيصير تطلع من دون إذني. إشكال هيك؟ عبدو أختك ما أجتها وحدة عندي، أخوك رشدي هو اللي جابها، أنا شفت. لو كان عقيد لو كان، شو هالحكي هاد؟ اختي ما بصير تفوت على بيت ما في حدا، بدك الناس تجيب معدلنا؟ ابن عمك صفوان هو اللي معبي لك راسك وين؟ لا 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 صفوان ما دخلوا. لا دخلوا، انا شفته عم يلاحقهم من بعيد لبعيد. لعنة الله عليه هذا صفوان، طوال عمره ما حضر فتنة وشر. الفتنة تو اشد من القتل يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك انت ليش عم تضرب اختك؟ لك اسكت ولا انا عم قلت لي اسكت. يا جماعة وعجاج اول ما عمرك عقيد. ربي لا يسكت الله ولا ما لطفه فيه يا رب. ويدا كرمال الله سامحيني. لا اخي لا، انت ما دخلك مالك ذنب اللي صار. بلا الحق علي، انا ما خليتك تقولي لعبده انه بدك تيجي لهون. لا تقبرني لا، انت مالك دخل، هو عبده قلبه معبى علي هو ووفيقه وبيت عمه. طب من شان شو؟ ما بعرف. قومي يا اختي قومي. رويدا شو رايك نعيش انا وياكي هون ببيت عمتك؟ هيك وهيك البيت فاضي. لا اخي لا، ما بترك امك واختك تحت رحمه هدول الانجاس. لا اي أيوة والله معك حق. يلا اختي قومي اطلعي البسي ملايتك. الله يهديك يا صهري على هالعملة. حرام اتركها تروح عن بيت حماها، شو عليه؟ ما بصير يا مرت عمي ما بصير، هذا كان بيت حماها وهلا بطل، خلصنا من هالطابوسة، شو اخذها لهني؟ اف وبعدين الله يكون بالعون، انت ناقص رويدة وقصص رويدة. لك آخ يا مرت عمي آخ، الله وكيلك انت فخ قلبي. صهري مريني مرت عمي. شو رأيك تجوزها وتريح حالك؟ ايه ابن عمي جوزها لرويدة. يا ريت، هو انا طالع بيني شيء،
الحق معك تقبرني. المشكله انه ارمله. البنات مع مين فقوا؟ كيف القرامه؟ قلتك ارمله. صهري شو رايك احكي لك مع صفوان؟ بركي ها بركي بيرضى يتجوزها. صفوان؟ ايه يعني اذا تجوزته بركي بتجيب لها شقة ولا منه بتلتهي فيه ومنه بترتاح شوي. يا ريت اخي صفوان يقبل يتجوزها. مرت عمي هلا صفوان هو قال لك انه له خاطر برويدا؟ لا دكتور هو ما له خاطر لا برويدا ولا بغيرها. بس يعني انت اذا بدك انا بخليه يطابق معنا. شو رايك؟ إيه ليش لا؟ صفوان شاب قبضاي ومعدل ومن لحمه ودمه. يعني احكي معه؟ ايه مرت عمي احكي معه. بس والله خايفه. من شو خايفه؟ يعني يقوم هو يقبل يتجوزها وهي ما توافق تتجوزه. ما بدي يصير معه مثل هذيك المره. ما بدي. لا لا هاي المره غير هذيك المره مرت عمي. هاي المره انا الامر الناهي بالموضوع. شيء انا ولي امره. اي يعني احكي وقوي قلبي. ايامو احكي احكي انت مع صفوان ونحن هون بنقنع على رويدا. اي ولا يهمك. انا بدي اسمعها من جوزك. هو الرجال هو صاحب الحل والربط. شو قلت تقبرني؟ مرت عمي قلنا لك احكي. انا الامر الناهي. شيء وهذا المكتوب بتسلمه لابي باليد. بصل خيو ابو نمر بصل. بتسلم لي عليه كثير السلام وقول له وضاح رح يرجع باذن الله. ان شاء الله. مش كان معه مصاري زياده؟ خليه يبعث لي قرشين. يعني شوفت عينك العيشه هون بلا مصاري كثير مره. اي والله مره يا ابو نمر. مهون ان شاء الله. عموري بس اوعك تنسى العنوان. ها اي والله حفظت العنوان مثل اسمي. الشام الميدان حاره عياش مو هيك؟ ايوه يا عين عليك هذا هو. يلا اودعناكم. الله معك. سلام على اهلك. سلام. أختي أنا بعرف إنك زعلانة وأخذ على خاطرك بس ما قدرت أمسك حالي فار دمي. الله يسامحك. من قلبك؟ إيه أنا جايبك لأحكي معك بموضوع كتير مهم وبدي إياك تفكري فيه منيح. خير شوفي أختي مثل ما بتعرفي أنت صرتي حرمة أرملة والأرملة بينجاب معدلة بالحكي كتير. ها أنا لا تحكي شيء. اسمعيني وبعدين احكي. انا عم قول تتجوزي على سنة الله ورسوله. بلكي الله بيكرمك بخلفه وبيهدى بالك وبيهدى بالنا. اخي انا ما بدي اتجوز. لك يا اختي الله يرضى عليك. اسمعيني للاخير. اسمعي صفوان ابن عمك رايدك على سنة الله ورسوله. اخي كرمال الله انا من بعد وضح معه فكر برجال كله. يا اختي وضح الله يرحمه. لك اخي اذا بتقطعني شقف ونتف بتخلط لحمي مع لحمه لحمي رح يبعد عنه. يعني صفوان خاص نص؟ لا كل رجال الدنيا. لك يا اختي صفوان ابن عمك رايدك وكان خاطبك وكاتب كتابه عليكي ولو ما سالم بي كان لازمه بهي سلمى كان هلا متجوزك وعندك منه اولاد. برحمه روح ابوك تحت التراب. الله يخليك لك اخي لا بقى تجيب لي هالسيره. شو هالحكي؟ اسمعي لقلك بدك تتجوزي ورجلك فوق راسك وصفوان ما غيره. رح بتركك يومي بتفكري منيح وبدك تقولي لي ايه وإذا قلتي لا راسك هاد شايله من محله. فردوس اوعى تجيبي سيرة المشوار قدام اهلي. لا تقبرني انا ما بحكي بس الخوف انه صياح يحكي لسته. ايه وشو رايك نخلي صياح عند سته؟ لا انا اذا ما اخذ الصياح معي ما بروح. لك يا فردوس والله الولد بيفضحنا. ما تخاف انا رح نبه عليه انه ما يحكي. طيب ماشي الحال بروح لاقي لي شي عرباي من بقى قومي حضرتي حالك. الله معك. السلام عليكم. دين عقيد. اهلين عقيد. علي ابو زيدي ايدك على بشاره. بشاره شو؟ بشاره بتسوى ذهب احمر. ابو
وضاح رجع على الحارة؟ لا والله، بس في واحد بده يرجع على الحارة اسمه أبو وضاح. مين لكان؟ أبو خيرو. لك على الحال؟ الله وكيلك ما بزل عليه. وأنت شو عرفك؟ يا سيدي أبو خيرو ما قطع عني المكاتيب من يوم اللي سافر. شو لك يا؟ بعمل لك الرجل شهم وأصيل ومن خيرة الناس. يا سيدي والنعم منك ومنه، معناها أخبار الحارة ما انقطعت عنه أول بول. نعم يا سيدي، بتستاهل على هالبشارة، حلوان مدلع. لك يا عمي ما بدي غير سلامتك، يعني أنا ما أعطيت فرحتي لحدا برجعته. فوت نشرب لنا كاسة شاي. فوت. إيه والله بدك كاسة شاي وأرجيلة كمان. تفضل. تيسير. ها يمكن أجوا أهلي. شو سميحة مو هن؟ يا أما مثل ما قال عمك بيكونوا جايين ولسه ما وصلوا، يا أما عم يغيروا جو بشي قرنة. إن شاء الله بس نروح على الشام نلاقيهم هنيك. يا ترى سعاد بتكون دريت إني تجوزت عفاف؟ شو بتكون قالت عني؟ قالي الأصل. بس والله أنا حبيتها من كل قلبي. بس عفاف نستني إياها. طيب خلينا نقول لرشدي. الله يسترك اختي لتجيبي سيرة لرشدي. ليش اختي؟ لك اختي بكره بيعلق هو واخوكي من تحت راسي. طيب والحل؟ يعني رح توافقي تتجوزيه لصفوان؟ ما في شر، بموت حالي ولا بتجوزه. بعيد الشر عنك، ان شاء الله هو ولا انتي. انا من بعد وضاح تحرم علي رجال الدنيا كلها. يا الله يا اختي، قديش بتحبي لوضاح؟ انا وعيت على الدنيا هيك، هو بيحبني وانا بحبه. بس اللي حاسس بقلبي اني ظلمته قبل ما يروح على اخت عسكر، عشان نبيها الله يرحمها. صحيح اختي، شو قصة نبيها؟ الله يرحمها، مظلومة نبيها.